استنكر قيادي حزب قلب تونس ما حصل مع رئيسهم مما اعتبروه إيقافا غير قانونيا، متهمين السلطة القضائية بعدم الحياد وخدمة مصالح السلطة التنفيذية، كما نفوا في تصريحهم أي تحالف سياسي مع أحزاب أخرى. نحن موقفنا واضح، هو استنكار كامل للمهزة القضائية اللي صارت، ونسجله بكل أسف ولوعة، وأنه القضاء التونسي خذل الديمقراطية. وتقريبا معنيش قضاء، لأنه أوكي قضاء العيان معناه تنجم أنت تحكم على البسطاء وقال شنو نعطي وكل دائرة مستقلة إلى آخره، لكن وقت الرسمي القضايا السياسية الهامة في البلاد ككل مرة معناه القضاء كان وفي، القضاء التونسي كان وفيا لعاداته، وأنه قضاء مسيس وقضاء وهو أداة طيعة عند الحاكم. لدينا تخوفات كبيرة جدا من التزوير، لأن الناس هذه هناك عقلية والإرادة في التزوير من البداية، يعني كانت هناك إرادة للتزوير عن طريق آلية تشريعية اللي هي قانون الإقصاء، وهذا ما مشيتش آلية اليوم اللي هي وجود السيد نبيل القروي مرشح معناها قلب تونس للانتخابات الرئاسية، موجود اليوم في السجن، محروم من أن يتواصل مع المواطنين، محروم من أن يجري حملته الانتخابية، محروم من أنه يلقي بالكلمة متاعته برنامجه، يقدم برنامجه، والتخوفات ستكبر يوم الاقتراع أكيد. هو الرئيس متاعنا هو الغائب الحاضر، وبالعكس احنا هذي زاد اعطانا شحنة باش نضعف المجهود وباش الحملة الانتخابية تنجح إلى آخره، لأنه بالفعل معركة مصيرية أصبحت تجاوز شخص نبيل القروي، أصبحت معركة حريات، معركة مسار انتخابي. إلى حد هذه الساعة نحن ما عندنا حتى نية في التحالف مع أي طرف من الأطراف، نحن نحترم كل المنافسين اليوم اللي موجودين مع السيد نبيل القروي في كمرشح للرئاسية، وكذلك قلب تونس كمترشح ولديه قائمته 33 في التشريعية. الآن نحن نصب أن تكون عندنا أغلبية برلمانية ويكون عندنا مرشحنا يمر للدور الثاني معناها ويفوز بهذا السباق، هذا المحطة، هذا هو هدفنا الآن. بين الجدل القانوني حول عملية إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي وحسم هيئة الانتخابات في قبول ترشحه، أكد محللون أن عملية الإيقاف جلبت الكثير من التعاطف لدى أنصاره. هو طبيعي جدا أنه عملية الإيقاف يعني جلبت الكثير من التعاطف لدى أنصاره، أيضا جلبت الكثير من التعاطف لدى أعداد الأحزاب التي دخلت في خصومة مع يوسف الشاهد وحركة النهضة. في نهاية الأمر اليوم هي عملية عكسية أو عملية اتصال عكسية، يعني في موقع الضحية ربما يجعل من نبيل القروي رقم صعب إذا خرج من السجن، وأيضا يجعل منه رقم صعب حتى لو داخل أسوار السجن، لأنه هيئة الانتخابات لا تلغي ترشح أي شخص ما لم يكن هناك حكم بات في هذه المسألة. إذا نبيل القروي استثمر وحزبه يستثمر في ما يسمى بالشعور بالضحية أو الشعور بالمظلومية، والمظلومية عندها وزن كبير ياسر وفاعلية كبيرة ياسر في الساحة السياسية التونسية من 2011 إلى اليوم، بمكينة اتصالية موجودة اللي هي قناة نسمة وتشتغل على هذا منذ سنوات، ربما نشوفه رئيس دولة تونسية نهار 15 سبتمبر من داخل السجن، وهذه بدعة مش فقط في تونس وإنما بدعة في العالم ككل. هذا وقد قدم فريق حملة المترشح نبيل القروي وأعضاء حزب قلب تونس برنامجه السياسي للانتخابات الرئاسية وسط وجود زعيمهم داخل لأسوار السجن.